فرق كتير. حشموسة بيعمل ستيل كمان وفلوتر ما بتفوت. عم بيضيع تحت السلة بطريقة سهلة بوقت كارفن روش. لا 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 شو هيدي يا كارفن؟ شو بلوك شوت صار لفيجن من كليف الكسندر؟ قلت لك يا فيجن هون. لا 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 اكيد في مزح البومب غزير. نزل الفرق لثلاثة اقل من دقيقة لنهاية الكورتر الأول. حلو كتير السبين موف، حلو كتير السبين موف. انت كارفن ياخذ التسديده بدري شوت وتقدم سبع نقاط بهالوقت اربع دقائق ونص. الحكمه وها كارفن كارفن روش كارفن روش بمرر. لف الكسندر شوف كيف عم يدافع عليه علي حيدر. تمريره بتوصل لكارفن روش. اي لاف ذيس. جرب يحطها. لا ليكو شو حلو هالباس الاوتلت باس شو حلو. وكمان كمان سنوب على كريس علي مزي. لا لا شو هيدي الواحد يعني. كارفن روش كارفن بيخترق ايده الشمال ممتاز. هاللاعب بتذكر اليوم رح يكون عندنا تصويت لتكنو اللاعب الاكثر تاثيرا كارفن. لا 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 شو هيدي شو هيدي. ياخذ تسديدة بسرح كليف الكسندر على الريباوند. ثالث ريباوند لكليف. واه لا 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 حيقلب بوقت ساديو درويش لبرا عند كارفن روش. كارفن روش بيخترق هيدا شو كارفن. لسوبي شوفوا كيف عم شوفوا كيف عم بفوتوا شوفوا الباس بلوك شوت بلوك شوت من بوبو على هيس التمريرة. لا شو هيدي شو هاي؟ 15 ريباوند لكليف الكسندر. كارفن روش بيخترق كارفن روش مش معقول. كليف الكسندر بيلعب وجهه للسله ما بيسجل لكن في سايندي شايف ميد رين شوت ريباوند لمارك. شفتوا مارك عم يشتغل عم يشتغل بهالجيم بتسعه فاولز تسعه اف بلس. كارفن روش بيخترق اي لاب حلم الريباوند الهجومي. كارفن بياخذ تسديده شو انطوني بمرر وتحت السله وهون كمان بلوك شوت بيعمل سكرين كاني هيز بيتعرض للبلوك شوت. باتريك هذا كان بريس عم بيكون اليوب اليوب. كريس واشبورن بمرر مقطوعة من كارفن روش بروح على السلة. كارفن ممكن يستعرض بروح بيعمل الايزي لك. كارفن روش كارفن يخترق كارفن روش بروح على السلة بايده الشمال بايده الشمال. سكرين من الزبعلي كارفن روش بيخترق بسجل كارفن تحت السلة. كارفن روش اند وان لكارفن مقطوعة كمان من كليف بمر لقدام لكارفن روش بروح على السلة وعم يسجل كارفن. نحن بجو المونديال بس اكيد كمان كرة السلة اللبنانية عندها حصة كبيرة كبيرة. كارفن روش بيسجل البلاي من جديد. كارفن تحت السلة. كارفن روش بطلع على باتريك بابوت اوبن شوت. كليف الكسندر مين عم يبرك؟ كمان ثلاثة فاضي كله عم يكون فاضي كله عم يكون فاضي. روش انا قلت ما معقول حدا يطالع ليكو العيم وين جابها. ثلاثة كمان كارفن حلوة التمريرة حلوة التمرير. ممكن السايد يكون عنده ادفانتج في المدرب جاد الحش عم يستعمله لهلا بشكل ممتاز بوقت من قبل فريق بيبلوس. علي مزر بياخذ التسديده الثلاثيه ويلسون الريباوند للجروج. علي مزر عم يطلع لمين بده يمرر حلو
جو مارك جروش على ارض الملعب، ممكن يكون واحد من الحلول بالاوتسايد جيم. كارون روش سوبر ستار هذا بكارون روش، بيطلع بالطابه كارون بروح بالباس تبريك اند وان ليفو درفيش، يعطي كارون روش تسديده كارون روش كامل. عم بدفع معي انا بيكوك تاني ميل، بيكوك تاني ميل، سنوبي يفوت على الباسكت، لا 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 دائما كليف الكسندر هو اللي عم يحضر السكرينز، ياخذ الميد رينج شوت كارون روش لبرا عند باتريك معبود، تسديده ثلاثيه كليف عم يطلب الطابه وهون كارون روش اوبن شوت باتريك معبود، ثلاثه بالفاست بريك بفضل يهدي الهجمة، لكن كارون روش عنده رأي تاني يعمل البيك كليف الكسندر، كليف بردها حلوة كتير الجبن، كارون سكرين من كليف الكسندر بيخترق بمرر بفضيه بشكل كامل التسجي، كارون روش بيخترق كارون بمرر لكليف الكسندر اللي بياخد تسديدة ثلاثية سنوبي سنوبي بيروح اول واي، لا اليوم السبعة عليه سنوبي سنوبي، شوفوا كيف يعمل، لا رالف يعطي كارون كارون بيلعب على السلة باسكت ان لكاروش، كارون ستيب باك بسدد بسجل كارون روش كارون روش بغير سرعة بروح على السلة حلوة تسديدة كارون روش كمان كارون روش بيخترق البيسلاين صاحب الأربع تمريرات حاسمة كارون روش سريع سيرجيو عم بمرر كارون روش بياخد تسديدة كليف تاني ميل بيكو بيكو رح يكسر لا بحط لاعب عادي فيليب سامولوفيتش بحاول يمرر كارون بيعمل ستيل بروح على السلة كارون آي كارون كارون روش بده يمرر لكليف الكسندر 4-0 رن بالدقيقة و50 ثانية لصالح مين كليف الكسندر كارون روش هالمرة بترجع الطابة لحالها لعنده كارون بإيده الشمال بيخترق وبيسجل نقطة الأرض أتريك على الريباوند الهجومي بوزيشن تبقى لصالح فريق الحكمة كارون روش لعند باتريك معبود والتسديدة سيرجيو بياخذ تسديدة ثلاثية ما بينجح سيرجيو لكن كارون بالأكثر تأثيرا بنظركم بالجيم كارون روش ما معقولة قد حلوة سالتك روش على الباسكت وبيخلص الراوند أفضل بكثير زون ديفنس 2-3 عم يلعبوا بهالوقت المدرب فيليب بعد عنده 8 ثواني علي وصل لكارون روش كارون روش بيخترق بيسجل بعد يعطيه للويك سايد كارون بياخذ اوبن شوت بيسجل اخر ثواني للكوارتر الثالث علي مزهر تسديده فرصته بنقطتين تسديده مش معقوله يعطيك كليف الكسندر كارون روش اوبن شوت تسديده ثلاثيه عم يسجلها كارون روش 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 حلوه برمة الطابه عن جد روش على ثلاثه لا برا جوا كارون روش يسجل كارون روش يعطي رالف والعقل كمان كارون روش بروح على السلة كارون كارون روش بيخترق كارون كمان 10 ريباوند تكتيف الدقيقة و20 ثانية باتريك معبود ياخذ تسديدة ثلاثية ثلاثة من الليدرز كانوا يلعبوا مع الحكمة
روتش تاني ميل ما بحط بيجيب الاوفنسيف ريباوند وبحرك اكيد يشوف اجمل سليت كليف الكسندر ام تي في لاب سبورتس على انستغرام اوريدي ولي باتريك يعمل كنترول على ريباوند بكب له اياها قدام لكارون روش اخر ست ثواني كارون روش كارون بمرر ونقطه تاعون كارون روش بعد عنده ثلاث ثواني كارون بطلع الطابه لبرا باتريك شوف وين اجى عمل بلوك شوت كليف الكسندر كمان اسيست حلو ميلاب يعمل تمريره حلوه كثير والعرش بعد عنده اربع ثواني بمرر لبرا ثانيه مقطوعه من دفاع بعد عنده ثمان ثواني كارون يخترق كارون روش مش معقول شو حلو هالمره من مين؟ من بو عبود تاني ميل سلوبي باسكت ان لسلوبي هيدا الرهيب عم يسجل نقطه 22 بعد الارقام وكارون روش بيلعب لكريستوف تيرن اوفر تروح لسلوبي لاحظ السالبي راح يكسرها روح كارون روش كارون روش بمر لكليف الكسندر تحت السله ان وان لكليف بنزل فريق كليف الكسندر